مساء الخير، معاكم بيشوي زميلكم، بنتعلم معاكم، بنتعلم مع بعض كلنا. حابب اتكلم معاكم النهارده ازاي اختار التخصص بتاعي. الموضوع ده مهم جدا في حياة كل طبيب. مفيش طبيب تقريبا مش هيسأل نفسه هو هيتخصص في ايه. هو من سنة اولى بيتسأل هو هيتخصص في ايه. طب ازاي اختار التخصص بتاعي؟ لو انت لسه متخرجتش فالفيديو ده مش عشانك. قبل التخرج ده حوار كبير قوي هنبقى نتكلم فيه، وناس بعتت لي تسألني هو انا اعمل ايه علشان خاطر اعرف اختار التخصص بتاعي وهو لسه طالب. هنتكلم وانت طالب تقدر تعمل ايه، بس ده فيديو منفصل. الفيديو دوت من اول الامتياز فما فوق. الاول الامتياز، انت لازم تكون امتياز شاطر، مريت على تخصصات كتير عشان خاطر تقدر تختار تخصص. يعني ما ينفعش انك انت تفكر في التخصص من ناحية واحدة بس اللي هي الناحية المادية، وتقول التخصص ده بيجيب فلوس او ما بيجيبش فلوس. انت هتكتشف حاجه بعد ما تتخرج، انك انت ممكن ما تكونش متخصص التخصص ده خالص وتفتح مشروع بالتخصص ده. يعني انت لو حابب الجلديه قوي لمجرد ان هي بتكسب فلوس، انت ممكن تلاقي نفسك فاتح مركز جلديه. ده انت هتتفاجئ ان اللي فاتحين مراكز جلديه بكل صراحه مش اطباء اساسا، بس واخدين تراخيص اطباء، كلام يعني انت في غنى عنه ان عينك تتفتح عليه. لكن انا هكلمك في الطب، اللي هو لما تفكر في تخصص فكر في حاجات كتير هنتكلم فيها، هي دي اللي هتحدد التخصص بتاعك. مش كل حاجة لكن هتقرب منك الاختيارات. واحد، انت ميولك ايه؟ هل انت شخص عندك استعداد تتكلم على عيان كتير ويكون في علاقة ما بينك ما بينه ولا لا؟ طب لو انت بتحب النوع العلاقة دوت، تحب العيان بتاعك بيخف، ولا انت من النوع اللي ممكن تستحمل العيان ما يخفش؟ اه، لان في تخصصات انت هتتفاجئ ان العيان مش بيخف، والنتيجة بتاعته ان هو انت بس بتحافظ عليه ستيشنري او ستيبل. يعني تخصص زي تخصص الرعايه على سبيل المثال، هو انت بتحافظ على عيان انت ممكن ما تكونش بتتكلم معاه بس بتحافظ عليه. انت ما فيش كلام ما بينك ما بينه بس بتحافظ عليه زي ما هو كده، حتى لما يخرج من الرعايه هو مش هيفتكر مين الدكتور اللي مر عليه. بعكس البطنه، هو العيان انت بتحافظ عليه ستيشنري، هو مش هيخف عمره من السكر ولا الضغط، هو يفضلوا عنده، ما فيش عمليه بتعالج الموضوع ده. فانت نوع العيان اللي انت بتحبه ايه؟ ولو انت بتقول ان انت بتحب جراحات، فانت هتكتشف حاجه، ان في نوعين في الجراحات. في جراحات زي جراحات التجميل، ده العيان بيقعد معاك طول عمرك مرتبط بيك، وجراحات زي الجراحات العامه بيقوم يعني انت بتعمل عمليه من هنا وخلاص العلاقه. طب عشان ما توهكش نرجع تاني، يبقى انت بتختار نوع العيان اللي انت حابب تتعامل معاه، وده عمرك ما هتعرفه غير لما تجربه فعلا. يعني عشان كده نرجع ورا الامتياز، احنا محتاجين تكون دكتور امتياز، مرينا على تخصصات كتير شفناها بعينينا وشفنا العيان وشفنا البروجرس بتاعه وانا بحب اتعامل معاه ولا لا. مفيش حاجه اسمها ان تخصص الدراسه بتاعته تقيله والدراسه بتاعته قليله. الدراسه هتتذاكر، على سبيل المثال الجلديه والاشعه التخصصين اللي هم بيتقال عليهم ان هم تخصصات هاديه في البرايفت بتاعهم، وانت اللايف ستايل بتاعك ملكك. هتكتشف ان انت في الاشعه بتدرس راديشن وبتدرس فيزيكس اكتر ما كنت بتدرسها من اي حد تاني، وتكتشف في الجلديه ان انت بتدرس حاجات غير اللي انت امالك في البرايفت، اللي هو انت نفسك تعالج بقى بالليزر وتعمل معرفش ايه. تكتشف بقى انت بتتعامل مع الصدفيه والحاجات اللي انت كنت بتشوفها في الجلديه دي اللي انت عمرك ما تشوفها تاني. وانت ممكن مع البرايفت تنساها. فارجوك فكر في نفسك كدكتور، اوعى تنسى انك انت دكتور وانت بتختار التخصص. لازم تجرب بنفسك، ولما تيجي تسال حد اسال حد ناجح في التخصص دوت. يعني انت ما ينفعش تسال جراح هو مش شاطر وسيئة الظروف ان هو ما ينجحش في حياته العملية او في بداية نيابته، وتقول له وهو مدعوك كده انت ازاي اختار التخصص بتاعي. ما ينفعش. لازم وانت بتختار التخصص وعايز تتكلم مع حد في رأيه، اختار حد هو نجح في الكارير بتاعه. ما ينفعش تسأل دكتور باطنة في سنة اولى نيابة ما بيشوفش باباه ومامته وقاعد في المستشفى وحياته نفسيا، يعني لو طبطب عليه البواب هيقول له ازيك، هيفتكروا ان هو بيقول له بحبك، يعني ان الشخص دوت هو ده مثال لدكتور البطنه خالص. هي مش كده. ولا ينفع انك انت تشوف دكتور الاطفال وهو لسه في بدايه حياته ومش عارف يبص حواليه ان هو ده طب الاطفال، لا خالص. وانت بتختار التخصص بتاعك كلم حد ناجح. ولما تختار التخصص يعني حط قدامك اوبشنز تانية. والحمد لله في الوقت الحالي مفيش حاجه اسمها ان مجموعك بيتحدد في التخصص بتاعك. يعني ما تقولش ان انا عديت ب 65% ولا ب 60% ولا ب 70% وكده انا مش هلحق اي تخصص. التخصص اللي انت عايزه ايا كان، لو انت بتحبه فعلا هتلاقي طريقه تتعلمه. لان التعليم مش جوه المستشفيات بالنيابه وبس، خلينا واقعيين، مفيش تخصص دلوقتي موجود تعليمه جوه النيابه فقط.
في ليفل هتوصله لبلاتو فيز ايا كان التخصص اللي انت ناوي عليه. الموضوع ده لازم تكون في قرار نفسك مؤمن بيه، ومش هدفه ان انت لما تروح تكون يعني مستهتر بقيمة اللي هتعلمه في النيابة. لو جه تعليم في النيابة احنا مش هنزعل، احنا كلنا هنفرح، مين فينا نفسه ما يتعلمش جوه نيابته. فأرجوك، واحد اختار العيان اللي انت حابب تتعلم معاه. اتنين، لما تيجي تتعلم التخصص دوت وتسأله عن حد ايه ظروفه، اسأل عن شخص ناجح. ولما تيجي تتكلم على دراسته كل التخصصات هتدرسها. رابع حاجة، المكان بتاع التعليم بتاعك هيفرق، بس مش مجموعك هو اللي هيرتبط بيه، خصوصا مع النظام الحالي بتاع الزمالة. يعني ان صدق وان هو اتفعل كويس، هو هيمحي انك انت يكون في اي مشكلة في المكان بتاعك. انت هتتنقل كل 6 شهور في المكان اللي انت عايزه. كان زمان اللي عنده مجموع بس هو اللي يقدر يروح الجامعة، كان زمان اللي عنده مجموع بس هو اللي هيروح التعليمي. انت دلوقتي على نظام الزمالة الجديد، انت من حقك تتنقل كل 6 شهور في اي مكان. موضوع ان في 3 شهور انت هتقضيهم في الوحدة او كده، اختلفنا او اتفقنا عليهم، الا انك انت مش مربوط في مكان واحد زي قبل كده. كان في واحد يقعد 4 سنين في مكان، وبعد السنين بتاعت نيابتك انت طالع اخصائي. ففكرة انك انت التخصص مربوط بالمجموع بتاعك دي انساها شوية. ولما تيجي تفكر فيها ما تفكرش فيها مشروع فلوس وفقط. ليه؟ لأن زي ما قلت لك، أنت لو بتفكر في فلوس في طرق كتير خارج الطب هي اللي هتجيب لك فلوس، وهتكلمك في فلوس أكتر بكتير. يعني مش التخصص بتاعك هو اللي هيجيب لك فلوس، أنت ممكن تدخل جلدية وما تعرفش تجيب فلوس، برغم إن الجلدية يعني لو حطوها في دولة من دول الأعداء الناس هتاخدها. يعني التخصص اللي بيخلص حتى لو كان نيابة وهمية. في نقطة وأنت بتختار التخصص بتاعك خد بالك منها. في مصطلح اسمه النيابة الوهمية. للأسف هو المصطلح ده كان زمان يعني اكسبشن، بس هو دلوقتي بقى شائع. أغلب النيابات حاليا، وأنا آسف إن لازم أكون صريح فيها شوية، إنك أنت بتشيل ما يسمى بالدرتي. ما تتضايقش لما ده يكون موجود، أنت كون الحاجة كويسة في المكان اللي أنت هتكون موجود فيه لو أنت هدفك التخصص ده. لأن أنت لو تفتكر في أيام الجامعة أنت محدش كان بيشرح لك، أنت كنت بتاخد دروس عشان خاطر تذاكر. مش دعوة إن إحنا ناخد دروس عشان خاطر نتعلم، لكن زي ما انت ذاكرت كمل مذاكره، لان دي حياه عمليه. زي ما هي طب هي كارير، فانت لما بتبني الكارير انت بتبني نفسك. مفيش حد هيجي يقول لك والنبي تعالى عشان انا اعلمك كذا. لو اتوجدت خير، وانا اتمنى انك انت تعمل كده مع الاجيال الجايه. فوانت بتختار تخصص، لو حتى جات لك نيابه وهميه فانت اخترتها علشان خاطر انك انت عايز التخصص دوت. لما تيجي تختار التخصص بتاعك فكر في انك انت ناوي تقدم فيه ايه. والتخصص مش بالتايتل، يعني انا ما اختارش الجراح عشان الاستاذ الدكتور الجراح الفلاني. لعلمك تخصص زي طب الاورام على قد ما هو يبان تقيل وكده، الا ان هو تخصص صعب، وهو ده التخصص، هو ده اللي العالم كله بيتكلم عليها دلوقتي. تخصص زي كلينيكال باثولوجي هو تخصص مفهوم خطأ عند الاطباء، ولدرجة ان بسبب التعنت في التعليم بتاعه للاسف خرج وبقى كيميائيين وكده بيتخصصوه برضه، بياخدوا شهادة هنا في مصر توازي ده. لكن ده غير ده تماما، ده غير ده تماما. هو تخصص مهم جدا، واللي جواه ودخل في تفاصيله هو عارف ده. لما يدخل جوه سايتوجينيتكس في الكلينيكال باثولوجي عارف يعني ايه سايتوجينيتكس، وهي دي كريم دولا كريم في السايتوجينيتكس في الكلينيكال باثولوجي. فلما تيجي تدور على التخصص تاني انت لازم تلف على كل التخصصات بنفسك. الحياة العملية، التخصص ده بيجيب فلوس أو لأ؟ بنأكد تاني، كل التخصصات هتجيب فلوس، الرزق بتاع ربنا، فما تفكرش فيها بالطريقة ديت. لو أنت بتفكر فيها بيزنس وايز فالفيديو ده مش عشانك، لأن هو بيزنس وايز دي ليها طرق كتير، ومش لازم تاخدها كتخصص. أنت ممكن تبقى دكتور أكاديميك لكن أنت هتقدر تفتح مشروع لو مع بابا معاه فلوس، أو لو أنت خدت قرض من البنك وفتحت مشروع وشخص بيزنس مان، ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة خالص. بالعكس انا اشجعك، من هاز تو ايت، يعني انت عندك بيت وعندك مسؤوليات وشطاره، ما ينفعش انك انت تكون ما معكش فلوس. لا لازم، ما هتصرف على دراستك ازاي؟ انت هتكتشف ان بمرتب ال 2000 جنيه دولت هينفع انك انت تعمل حاجه؟ مش هينفع. فوانت بتختار التخصص بتاعك زي ما انت بتفكر في فلوسك، لكن مش لازم الفلوسك دي هتجيبها من التخصص. لو جت خير، بس انت هتجيب فلوس بس مش في الاول بالطريقه اللي انت متخيلها، علشان ما تتخدعش. في اي تخصص، في اي تخصص كل التخصصات فيها فلوس. طب في نقطة تاني، في ناس أهدافها السفر، وده شيء
مش عيب، بالعكس في ناس كتير بتسافر، اللي عايز يسافر عشان خاطر يحسن من الوضع المعيشي، اللي عايز يسافر لان هو شايف ان يستحق مستوى تعليمي اكتر من كده، وما يفكرش في موضوع النيابات الوهمية وغير الوهمية والقصة دي، حقك برضو. ففي تخصصات عليها ضغط في السفر وفيها كومبيتيشن، اللي هي التخصصات الجراحية، وفي تخصصات تانية نادرة زي تخصص طب الأسرة، زي تخصص تخصصات الراديو، تخصصات الرعاية، الباطنة والأطفال، دول بوجه عام تخصصات بيفرق فيهم السفر. طب أنا لازم أحصد نفسي على التخصص ده عشان أسافر؟ أنت صدقني لو أنت بايونير في التخصص بتاعك هتلاقي الكومبيتيشن بتاعتك وأنت اللي هتخلقها، انت اللي هتكون مطلوب مش العكس. الكلام ده مش احلام، هو ده الكلام ده حقيقه. انت لما هتكون بايونير الناس هتعوزك، هو الحاجه كلها عرض وطلب. انت لو عارف حاجه زياده، الفرق ما بين دكتور عن دكتور التاني هو المعلومه والاحتياج للمعلومه بس. ده كان بريف صغير كده عن ازاي تختار التخصص بتاعك فتره الامتياز، وفي فيديو تاني هنتكلم فيه عن اختيار النيابه بتاعتنا، لان ده حاجه تانيه. يعني على قد ما هم يبانوا متداخلين، الا ان احنا ده حاجة وده حاجة تانية. ولو في حد عنده سؤال على أي حاجة أنا معاك. في سؤال بيقول إيه الفرق من الامتياز والتكليف والزمالة؟ الامتياز هي الفترة اللي أنت بتتدرب فيها في المستشفيات الجامعية عشان تطلع طبيب عام متميز. في مصر هنا بعد الامتياز، بعد ما بتتدرب عشان تبقى جي بي كويس، بيبقى في حاجة اسمها التكليف. كان زمان انك انت بتروح وحده صحيه، دلوقتي ما بيروحش الوحده الصحيه غير اللي هيتكلف ويبقى طبيب اسره، يبدا زمالته طبيب اسره، لان كل دلوقتي اللي هيدخل تكليف هيبقى زماله. ايه الزماله؟ ان انت بتختار التخصص. يعني انت المفروض منك بعد السنتين الامتياز، بعد النظام الجديد بقى سنتين، انك انت تعرف التخصص بتاعك هيبقى ايه، وبتختار الزماله بتاعتك على اساسه بتتعين. فانت بتختار من الرغبات بتاعتك التخصصات، بترتبها حسب الاهميه وحسب الاولويه. ده لو انت عايز تكون تبع وزاره الصحه. لو مش عايز تكمل تبع وزارة الصحة وتبقى طبيب حر، كون التخصص اللي انت عايزه. يعني انا على وقت ما اخترت النيابة بتاعتي، كان في حد كان بيشيع ان انا اللي مجموعه اقل من 70 او 75% مش هيلحق لا رمد ولا هيلحق جلدية ولا هيلحق عظام ولا هيلحق تجميل. وبعد كده اتفاجئت باللي انا بقوله لك ده، انك انت هتعرف تلاقي اي تخصص. حاليا تقدر تقول التكليف والزمالة شيء واحد، هما انت بتخرج من الامتياز بتاعك على التكليف. نظام الزمالة الجديد هو شيء فيه حاجات كويسة وفي حاجات فيه عليها بعض المآخذ أو تختلف الآراء. إنك أنت دلوقتي النظام الجديد بتاعها إنك أنت في 3 شهور بتقضيهم في الوحدة الصحية لمدة 3 سنين، وباقي الشهور في السنة أنت بتقضيها في المستشفى اللي أنت متكلف عليها كنظام الزمالة الجديد. يعني إيه نيابة وهمية؟ نيابة وهمية هو إن أنت رايح مثلا مستشفى إنك أنت اسمك جراح تجميل، بس هي ما فيهاش اسم تجميل ولا فيها استشاري ولا اخصائي تجميل. انت رايح اسمك جراح تجميل، لكن ما فيش حد هناك بيدربك ولا انت في تعليم تجميل هناك، وما فيش عمليه تجميل بتتقام، لكن انت المسمى الوظيفه بتاعك كذا، لكن انت مش هتتدرب عليه لان الاسم مش موجود. بس هل اللي بدأ كلينيكال يبدأ يحضر معادله او زماله؟ كل ما تبدأ حياتك الاكاديميك بدري كل ما هتشكر نفسك. يعني انت دلوقتي من وقت الامتياز لو انت كنت بتذاكر يو اس ام لي او بلاب هتشكر نفسك. ميزه اليو اس ام لي ان ديت حاجه عالميه، او في الوقت الحالي انا متوقع ان قريب الموازين بتاعت العالم هتختلف، لان العلم والسياسه مؤخرا اثبتوا ان هم اخوات. فلو حصل مشاكل في السياسات بره في الدوله مثلا زي امريكا، قيمه اليو اس ام لي هتقل بشكل او باخر، لو حصل بالعكس بالعكس. لو انت عرفت بقى تخلص الزمالات بتاعتك بدري ده هيفرق معاك. انت لو ناوي على جراحات واخترت تخصصات، ابدا في الام ار سي اس او في حاجه معترفه بيها في الدوله بتاعتك زي الام ار سي اس او الزماله. لو في كمان بورد اوروبي في بعض التخصصات خده، اي تخصص فيه زماله اجنبيه خده بدري وانت صغير، هتشكر نفسك لان معلوماتك هنا مش هنا. الجراح مش بس ايد، في عقل. انا بتكلم عن الجراحه ليه؟ لان الناس بتشوفها ان حاجه بعيده، لكن البطنات هم ناس بيذاكروا كويس قوي وهم فاهمين الكلام ده، ومن نفسهم بيبدأ بدري. ما تظلمش نفسك. هل التقدير ما بيفرقش في التخصص؟ دلوقتي بدرجة كبيرة اقدر اقولك ان التقدير ما بيفرقش في التخصص. لو انت بتتكلم عن نيابات الصحة هتفرق بتفاوت، لكن هتقدر تاخد التخصص اللي انت عايزه.
ولو انت بره الصحه كمان وانت نفسك في تخصص ومش قادر تلاقيه في الصحه لمجموعك، هتلاقي فيه زماله اجنبيه او هتلاقي فيه كورسات وفي طرق كتير انك انت تتعلمه مش جوه الصحه. وفي تخصصات كتير اللي اتعلمها ما اتعلمهاش جوه الصحه. في ناس دخلت الصحه وخرجت ما عملتش حاجه، بل الموضوع امتد للجامعه، والناس اللي جوه الجامعه هم اكتر مني قدره على انهم يفسروا الموضوع دوت. ايه التخصصات اللي بتجمع بين السماعه والمشرط ومطلوبه للسفر؟ كل ما كان التخصص بتاعك نادر، كل ما كان التخصص بتاعك هيكون مطلوب. انت لما تثبت وجودك في تخصصك هتكون مطلوب، لكن وانت صغير محدش هيبص عليك ويقول لك تعالى. في دول كان زمان بتستقطب الاطباء، لكن حاليا الامتحانات الاجنبيه اساسا بقت بيزنس. بعد ما اكون طبيب حر واختار التخصص اللي انا عايزه، ينفع اسافر وفرص؟ يعني الطب مش بس بره مصر، في مصر هتكتشف ان احنا عندنا ناس بايونير، فالحلم الاجنبي مش هو الوحيد اللي بره. يمكن انا عشان بحب بلدي فانا متحفز ليها جدا، ان انا بقول لك ان انت هتلاقي مكانك هنا، حتى لو الدنيا صعبة احنا مع بعض نقدر نغير دوت. ما تعتمدش على ان فرصك بره وبس، ما نخلقش زي فيلم ذا ايلاند كده ونقول ان هو بره هو المستقبل وان جوه مش مستقبل. لا، في مستقبل هنا في مصر، المستقبل ده بايدينا احنا اللي بنغير، احنا اللي هنقدر نسوق المكان واحنا اللي نقدر نحسنه. بس انت لو عايز تذاكر تخصص معين في طرق كتير، وفي جامعات دلوقتي بسبب التضييق عليها في التسجيل بسبب الزمالة، لما هي بقت التكليف كله بقى زمالة، بقت فاتحة المجال للطبيب الحر، واللي هيسأل هيعرف. واسأل بنفسك ما تسمعش، واتكلم مع حد انثوزياستيك وحد انرجيتك، ما تتكلمش مع حد ديبريسيف خالص، وإلا هتلاقي نفسك الدنيا ضلمة. الدنيا مش ضلمة، ولو ضلمة فده دورك انت اللي تنور. طب الأسرة في مصر هو تخصص في الوقت الحالي هو هيكون الطب، لأن هو بره مصر مطلوب، ولو انت نفسك في سفر انت هتسافر، وهو تخصص ممتع جدا. ليه؟ انت حرفيا اللودز عليك أقل، وانت هتكون لو بتحب الشهرة هتلاقيها، ولو انت بتحب الشغل الخفيف هتلاقيه، لو عايز شغل تقيل هتلاقيه، لأن انت الشخص اللي عارف اللي هو الدكتور اللي بيكلموه صديق العيلة وبيقول لك يا دكتور انا اعمل ايه واروح فين واجي منين. هو ده التخصص بتاع طب الاسره تقريبا، بس هيكون منظم في ملفات. ومع نظام التامين الصحي الشامل الجديد، لو تنفذ صح زي ما بتنفذ في بورسعيد وبنسمع عن زمايلنا رغم الضغط اللي موجود عليهم، مع الوقت الدايره والترس هيمشي وهتلاقي التخصص ده كويس جدا. هو بالفعل قوي، والاطباء اللي خدوه بيعرفوا يفرضوا سيطرتهم وماسكين نفسهم كويس. احنا اللي هنغير، احنا اللي هنغير. انا متفق معاك ان احنا هنغير بغض النظر عن اي حاجة سياسية. هل تخصص النساء للبنات حاجة كويسة؟ النساء للبنات جوه وبره مطلوب لو بتتكلم على التخصص ده، بس هي الفكرة كلها انت بتفكر في التخصص ليه. اهم من انك انت اخترت التخصص هو البنت ولا الولد ايه، انك انت هتضيف ايه وتاخد ايه من التخصص. بتفكر فيه علشان هو بيجيب فلوس والريت عليه عالي وبس، ولا انت ناوي تتميز فيه؟ انت لازم تفكر وانت بتتخصص في تخصص معين انك انت هتتميز فيه، تتميز فيه بأي شكل. على رأي واحد زميل لما جيت اخترت التخصصات الجراحية، قال لي لو انت هتتخصص في اصلاح الاصبع الضافر في الاصبع الصغير في الرجل اليمنى، ده اسمه تخصص برضه. على قد ما الموضوع يبان مضحك، الا لو بعد كده انت هتكتشف ان هو ده الحقيقة. النظام الزمالة ده خلى نيابات الجامعة اللي من غير بوست ملهاش لازمة. هو السؤال دوت سياسي قوي ما بين الجامعات والزمالة، وعليه مشاكل كتير، لان الجامعة لحد دلوقتي لسه مستقلة وماسكة نفسها في انها تقدم الماجستير والدكتوراه مع انهم شهادات اكاديميه، ولحد دلوقتي احنا بناخدهم. انا رايي اللي يعرف ياخد اي شهاده ياخدها، لكن الزماله هي المفروض انها شهاده اكلينيكيه يعني تدريبيه. يعني في فرق ما بين واحد عمل ماجستير جراحه، فده معناه ان هو خد دراسات عليا، ان هو مذاكر الشباتر ديت فنجح في الامتحان، ما بين واحد خد نيابه جراحه ان هو اتدرب على اللوج بوك الفلاني وان هو عمل العمليات الفلانيه تحت اشراف الاستاذ العلاني والفلاني. قريب هتبان، خصوصا ان الجامعات دلوقتي ابتدت اساسا تطلب ناس من بره الجامعه كفيزيتور عشان خاطر يشتغلوا ففي ديفكت. فيعني زي ما بقول لك، هو السؤال ده شائك شويه، ولو انت فكرت هتعرف الاجابه بتاعته بنفسك وانت اللي طرحته. ايه رايك في تخصص الاوفثالما؟ التخصص الرمد، تخصص الرمد من التخصصات الجميله، وده التخصص اللي انت هتكتشفه جوه الصحه، ان هو انت هتتعلم حاجات بسيطه وان انت باقي الحاجات تتعلمها في البرايفت. فما تقلقش، لو انت عايز التخصص دوت هتتعلمه ازاي، ليه طرقه وهتعرفها.
بس اسأل واتكلم مع حد انرجيتك، حد متحمس. ما تخافش. هل في حد عنده سؤال تاني؟ انا اتشرفت بيكم في الفترة ديت، واتمنى تكون كانت الجلسة ديت تمهيد كده مؤقت، وحبيت انها تكون كلام تلقائي مش مترتب عشان خاطر ما يكونش مجرد كلام مترتب متستف، لا اللي هو اللي في دماغي واللي انا عايشه هو اللي بقوله، وده مجرد رأي. اسمع آراء تانية كتير، بس ارجوك لما تسمع رأي حد اتكلم مع حد ناجح. ناجح مش معنى كان ان انا وصلت، لا انا بالعكس انا لسه اخصائي صغير خالص بحاول اتعلم، في ناس اكبر مني واقوى مني. يومكم سعيد واشوفكم بالخير، وفي لقاء قريب هنتكلم فيه عن النيابات بالتفصيل، وممكن نمسك تخصص العناية ملامحه في مصر ايه، وممكن بعد فترة اتجه اتجاه كارديو. كان زمان التخصصات تقدر تدخل من تخصص تدخل في تخصص، الكلام ده بينتهي. وحتى في تخصصي كجراح التجميل الكلام ده عليه كلام كبير قوي، فانت لو هنتكلم على العناية، لا هو عناية، كان زمان اسمه عناية وتخدير، لا هو اسمه عناية دلوقتي وفي تخدير لوحده. فقصة انك انت تاخده عشان تاخد تخصص تاني ملهاش لازمة اللفة دي، لو انت عايز تخصص معين خده على طول. تخصص جراحة العظام هو عليه طلب جوه وبره مصر، جوه وبره مصر تخصص العظام توب، وهو التوب في الكومبيتيشن كمان، بل بالعكس بره مصر انت ممكن تدخل في الاف ار سي اس على طول من غير ما تدخل في الام ار سي اس. حركة كده ممكن لو انت مهتم بالعظام ممكن نعملها موضوع لوحده. انت طول ما انت طالب ركز في المجموع، يعني في واحد بيسأل بيقول هو انا كده مركزش في المجموع بتاعي؟ لا هو انت لازم تركز في المجموع بتاعك، ولو عرفت تاخد دلوقتي بص بتاعك في الجامعه خده، لان التايتل ده مهم لحد دلوقتي في مصر، استاذ الدكتور فلاني العلاني، لا ده مهم، بس هو قريب الكلام ده هيندثر بشئت ام ابيت، لان كل المستشفيات هتكون تحت مظله واحده في يوم من الايام، الكلام ده هيحصل زي الجي ام سي واللي اتش اس كده في يوكي، انك انت في مستشفى تعليم في مستشفى جامعه وفي الكلام ده موجود، لكن كلهم هيبقوا تحت مظله واحده، واللي هيتعلم هيتعلم، يعني انت هتكون حاصل على الزماله يا اما لا. حاضر. الفيديو هيكون موجود على الجروب، وباذن الله يتعمل تعديل ويكون في فيديو اكبر منه، ويكون في فيديوهات جايه عن الحاجات دي، ولو في اي اسئله هتفرق، لان الاسئله هي اللي هتفتح المواضيع. النيوروسيرجري من التخصصات الليرنينج كيرف بتاعها عالي، تقريبا الزماله بتاعتها 7 سنين، متخيل 7 سنين منهم سنتين جراحه عامه. فاللي هياخد التخصص دوت هو تخصص انت هتبدا بعمليات ميجر، انت الماينورز بتاعتك هي العمود الفقري، الماينورز بتاعتك هي النيرف اكسبلوريشن، ده الماينور، انت بتبدا بالحاجات ديت. الماينور بتاعك انك انت في اكس ديورال هيمرج في الطوارئ وبتفرغها، فانت حاجه كبيره جدا، تخصص نادر ومطلوب جوه وبره مصر. جوه مصر تخصص نادر جدا، وعايز اقول لك ان فكرتني ان من 4 سنين لما جيت في صاحبي كان بفكر معاه في التخصص دوت، هو خده رغم الكومبيتيشنز اللي بتقابله لان التعليم فيه قليل، الا ان هو اصر ان هو ياخده، خده في مكان صعب ونيابته فيها طويله، وهحتفظ بقى بجزء النيابات ده لما نتكلم في يوم النيابات، لان انا لينا كلام على النيابات والوقت والحضور في المستشفيات شكله ايه. الكارديو ثوراسيك، كارديو ثوراسيك هل تعتمد بشكل على التراكمي؟ زي ما قلنا اي تخصص انت عايزه دلوقتي هتلاقيه، بس شيل من دماغك اي قيود. لو انت فعلا عايز التخصص ده ودرست انك انت نفسك تكون بايونير فيه، ما تحطش قدامك المجموع بشكل كبير الا لو انت بتفكر فيه من ناحيه الجامعه، دي ليها حسبه تانية، وبتوعات الجامعه هم يقدروا يكلمونا فيها. ليه؟ لان انت لو بتفكر في التايتل او في التسلسل الدراسي بس والعلمي ده امره مهم برضو، بس مش ده موضوعنا. يعني انت لو بتفكر في انك انت التايتل بتاعك الاستاذ الدكتور فلان فلاني او الزميل المساعد في الهيئه الفلانيه لكذا كذا، فانت فكر فيه بالطريقه ديت. لكن انت لو عايز قلب وصدر هو برضو من التخصصات النادره. الاي ان تي تخصص يتقال عليه هيد اند نيك سيرجري، يعني هو دلوقتي هيد اند نيك سيرجري، وهتستغرب ان السكوب بتاعه بقى واسع، وبقى في كفايه ان دكتور حسام فوده هو اي ان تي، وده اكبر واحد بيدي كورسات راينوبلاستي ومحتلها عن التجميل، ماشي، بس احنا ان شاء الله هنقدر ناخدها منه تاني. هو تخصص مشهور في اللغه العامه ان هو تخصص اللوز، لكن هو اكبر من كده بكتير يعني. طب هو واضح كده ان احنا بقى عايزين نتكلم عن النيابات، فده ممكن نخليه فيديو لوحده، بس احنا نتكلم عن ازاي تخصص اختار التخصص.
لو اخدت طب اسره زماله ممكن بعد كده احضر منها اطفال. هو دي النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ان انت مش لازم تاخد تخصص عشان تحول لتخصص تاني. الدبل كواليفيكيشن ده مش مهم، انا عايزك تبقى دبل كواليفايد في التخصص بتاعك، لكن ما ينفعش تقول لي انا هاخد طب اسره عشان ابقى اطفال. هو طب اسره هو تخصص طب اسره وانت هتتفرغ منه، لكن عايز تتخصص حاجه جوه التخصص اوكي. يعني عايز تكون طبيب اسره متخصص في الاطفال بتاع طب الاسره اوكي، لكن انت مش هينفع تبقى طبيب اطفال متفرع من طب الاسره. يعني خلينا زمن ان هو اللي بيكتب على اليافطه بتاعته باطنه اطفال نساء ولاده جراحه، اللي هو طبيب وجراح، الكلام ده نشيله من حياتنا. اللي هو يعني في فرق من انك انت هتاخد تخصص اطفال بعد كده تخصص منه لكارديو اطفال، بان واحد يقول لي انا هدخل اطفال عشان اتخصص كارديو اطفال واكتب على العياده بتاعتي طبيب قلب. لا، الكلام دوت يعني يا ريت نغير مفاهيمنا فيه، خصوصا ان احنا ما بقيناش في داعي ان احنا نعمله. اختيار التخصص ما بقاش زي زمان. كان زمان انت ما بتعلمش غير في مكان واحد. انا متهيألي جنب الفيديو ده وانت ماسك موبايلك انت على اللابتوب بتاعك بتنزل كتابين من على التليجرام او من على الاي كي بي او من اي مكان، فانت هتقدر تتخصص التخصص اللي انت عايزه وتقرا عنه وتفهم وتتعلمه كويس. ايه اكتر تخصص بيجيب فلوس؟ هو التخصص مش هو اللي بيجيب فلوس، هو انت اللي بتجيب الفلوس. فانت ممكن تفتح مشروع طبي وتجيب منه فلوس يعني. بس طبعا احنا عارفين ان على رأي المثل يقول لك لا الستات هتبطل تخلف ولا الولاد هتبطل رعاية، فبنتكلم عن تخصص الاطفال والنساء، وطبعا كلهم في الطريق بيتكسروا بيروحوا لدكاترة العظام ماشي. بس هو مش ده المبدأ يعني، هي الفكرة كلها ما تفكرش في الفلوس بالطريقة ديت. زي ما قلنا انت لو فتحت مشروع طبي ايا كان تخصصك ده حوار، وانك انت تخصص تخصص انت بتحبه ده حوار تاني. في جملة نسيت اقولها في اول الفيديو كان قالها لي حد من زمايلي الكبار، قال لي اختار التخصص اللي لو وانت نايم احلى نومة بعد تعب ويوم مشقة كبير، لو قالوا لك ان في عيان طوارئ هتيجي تبص عليه في التخصص بتاعك، يعني هتصحى عشانه وهتكون ايجر انك انت تعالجه. هو ده قال لي سيمبلي ازات، يعني انت لو تيجي تختار تخصص اضطر بالطريقه دي. ايه اللي اقدر اعمله في سنين دراسه عشان ابقى دكتور شاطر؟ احنا قلنا ان ده هيكون فيديو لوحده. ايه اللي اقدر اعمله وانا طالب اللي هو البري جرادويت؟ ده هيكون له فيديو لوحده. الدرما هي الطب، الطب من ناحيه الراحه، لكن هي مفهومه غلط عند بعض الناس. فده فيديو للنيابات هنتكلم عنه تخصص تخصص. لكن لو انت لو حضرتك فعلا بتحب الدرما، فهي مش هي الدرما اللي في مخيلتنا اللي هي الليزر وازاله الشعر. انت ما درستش 6 سنين عشان تطلع بدوت، ده عشان نجيب فيه فلوس. لكن انت لو عايز تكون بايونير فكر انك انت ازاي تكون بايونير، هو ده الاهم. تخصص بعد البكالوريوس مباشره خارج مصر دون الامتياز، لاني انا بدرس بره مصر ممكن ما ارجعش غير بعد التخصص. ايه راي حضرتك؟ طيب هي ديت انا ما جربتهاش، ما عنديش عنها معلومات، دي يسال فيها اللي بره. ومتهيالي موضوع التخصص بره باين فيه الكومبيتيشن زيه زي اي مكان، بل بالعكس يمكن فرص ان هو يتعلم كطبيب حر والكلام دوت مش موجوده زي هنا في مصر، لان الشهادات طريقه اخدانها بره ليها وضع انك انت لازم يكون تدريب اكلينيكي بطريقه معينه ويكون مش زي هنا. ايه رايك؟ ايه النصيحه دي؟ لسه هبدا امتياز ما اعرفش نسافر. ما هو السفر هو مش هدف، الفيديو ده مش معمول عشان خاطر السفر، هو بالعكس انا باكد لك ان انت مش لازم تسافر عشان خاطر تاخد التخصص اللي انت عايزه. كونك تسافر عشان تتعلم احسن، لو هي دي وجهة نظرك او قابلتك صعوبات خلتك انك انت تسافر اوكي، لكن هو ده مش هدف. في جاب بينه وبين الجامعة، فايه الحل؟ الجاب ما بقاش زي زمان، الجاب ما بين الجامعة والصحة ما بقاش زي زمان، واللي راح نائب زاير في الجامعة وشاف بعض الاماكن التعليمية والامانة بره واشتغل بعض البرايفت فهم كويس ان التعليم بقى مساره غير المسار زي زمان، وبقى في اهداف تانية، بس دي سياسة مش هقدر اتكلم عليها هنا، هنتكلم فيها في مكان تاني. ايه نصيحتك لدكتور امتياز عايز يتعلم صح؟ لازم تستغل فترة الامتياز كويس، وده فيديو لوحده بنحضر له اللي هو اعمل ايه في فترة الامتياز. عايز اقول لك ان الدكتور اللي هيتعلم في فترة الامتياز يبقى دكتور جي بي متميز، هو ده الدكتور اللي هيتخصص اي تخصص، وهيكون عارف هو اختار التخصص ده ليه وهيتعامل بيه ازاي. اللي انا اتعلمته في الامتياز في القصر العيني في سنه انا ما اتعلمتوش في اي مكان، بل في نيابتي يعني انا الاضافات اللي ضفتها حاجات بسيطه، ودي حاجه ضايقتني مش عارف هو التقصير مني ولا هي الظروف، بس هو اللي اتعلمته في فتره الامتياز هو اللي بقي معايا. فعشان كده اتعلم كويس. انت تقدر في ال3 شهور الروتيشن وال6 شهور الروتيشن اللي انت بتاخدهم في اي مكان تاخد الطب بتاع التخصص ده.
ممكن اخد اي تخصص انا عايزه في نظام الزماله. في نظام الزماله ده هي كومبيتيشن، بس الكومبيتيشن مفتوح. وميزه مصر ان احنا عندنا محافظات كتير جوه مصر خاليه من تخصصات، يعني انت لو عايز جلديه هتلاقي في محافظه نائيه موجوده بس بتخلص، لو عايز تجميل هتلاقي في محافظه نائيه موجوده. هتقول لي يا دكتور ما هو ده ظلم، انا عايز اخد التخصص جنب البيت. هقول لك انت لو سافرت اليوكي هو انت هيفرق معاك الولايه اللي انت هتاخد فيها التخصص بتاعك؟ مش هيفرق معاك، اشمعنى هنا في مصر فارق؟ ففي فرق ما بين نوستالجيا لبيتك وان انت بتعاملها بالطريقه ديت، ما بين يعني انا ما ينفعش ان انا في القاهره يبقى كل التخصصات تجميل وكل التخصصات جلديه، مع ان انا تجميل وانا حبيت ان ده حصل، بس وانا لو عايز التخصص ده بعينه بجد وصريح مع نفسي انا هاخده في اي مكان، ان شاء الله هاخده في الاقصر في اسوان. اسوان ما عندهمش دكاتره، يعني اللي بيروح لهم هناك من الدكاتره بيحطوه فوق راسهم، يا اما بيعذبوه عشان يربطوه، حاجه من دول بتحصل. المفروض اكون داخل امتياز لحد اتخصص؟ لا بالعكس، انت وانت داخل امتياز ما تحددش تخصص، انت وانت شغال فكر، فكر انت عايز تكون في ايه. يعني انت وانت في الامتياز بص على التخصصات، ما تسبقش الاحداث، ما تختارش تخصص بعينه، فكر في تخصص تخصص وانت بتمر فيه، شوف العيان بتاعه شكله ايه، شوف الدكتور بيتعامل معاه ازاي، شوف طبيعة الدراسات العليا، شوف طبيعة السوق حتى في العمل، شوف البرايفت بتاعه شكله ايه. فكر في انك انت في يوم من الايام هتكون استشاري. في ناس لما اختارت مثلا تخصص التخدير قالت انا هختاره علشان خاطر ان هو بيجيب فلوس بدري وان هو ليه مقدره على السفر، بس بعد كده لقى ان هو ليه بلاتو فيز، وهو لقى ان ميوله ان ما ينفعش يكون في بلاتو فيز. في واحد تاني يقول لك لا انا عندي حاجات تانية غير الطب اعملها، فانا عايز التخصص اللي يبقى فيه بلاتو فيز ويجيب لي فلوس وانا راضي عن نفسي ان انا بعمل جوب معين وبخلصه، لان انا عندي حاجات تانية انا بظهر فيها وبعملها. اخد التخصص اللي بحبه ولا اللي ممكن يريحني كلايف ستايل؟ ما هو دي النقطة اللي انت مش هتعرفها غير لما تجربها. يعني ياما تخصصات كويسة وسهلة ومريحة، بس بيئة العمل ما كانتش مساعدة ان هو يكمل فيها، بل بالعكس في تخصصات تانية كانت مرهقة جراحيا وطبيا وعلميا وكلايف ستايل، الا ان البيئة المحيطة حببتك في التخصص، عشان كده انت لازم تجربه. بالعكس الجلدية مش بتاعت بنات ولا اولاد، يعني ما هو بالمنظر دوت، يعني ما هو التجميل هيبقى نفس الموضوع. انت لو بتحب تخصص خده، المهم انك انت تكون عارف انت اخترت التخصص دوت ليه. جراحة التجميل صعب التعليم والبنات. جراحة التجميل هتكلم عليها لوحدها لان ده تخصصي، في فيديو منفصل هتكلم عليه، فانا هخلي دوت لان انا لو فتحت فيه مش هخلص. ممكن في فيديو هعمله مخصوص، وفي جروب لينا اسمه بلاستيك سيرجري اكاديمي تقدر تنضم ليه، هتلاقي فيه بدايات كده وخبرات ناس كتيرة مش خبرتي انا لوحدي. حاضر، هسيب الفيديو دوت، ولو في اي سؤال تاني نقدر نستقبله في الفيديو الخاص بالنيابات، وممكن تكتبوا تحت الفيديو الاسئلة وهبص عليها وهتكون مرجعية ليا سهل ان انا اجاوب عليها بعد كده. ماشي، اقول لكم سلام دلوقتي واتشرفت بيكم.